السلام عليكم أصدقائي حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. طبعاً اليوم راح أصور لكم إن شاء الله أعياد الميلاد بألمانيا. طبعاً هنا قبل نهاية السنة بأسبوع يسوون أعياد ميلاد ماركت، يسموه يعني سوبر ماركت كبير يتكون من مطاعم، من مكانات مع الأطفال، مع الألعاب، من هواي شغلات. وطبعاً هو برلين موجود من عنده 5-6، و راح احاول اصور لكم اليوم واحد منهم من ذن 5-6 وان شاء الله يعجبكم. وطبعا مثل ما قلت لكم هو يسووه بس اسبوع او اسبوع شويه ببرلين، ودائما يبدي بالليل مو الصبح لانه يسوون بيه اضويه وشغلات كلش حلوه وهذا، فدائما يعني يكون بالليل. وهسه راح شويه يعني على ما اوصل له، بس انا حاليا بالطريق بالقطار، بس اوصل له بدي اصور وان شاء الله يعجبكم. خليكم ويانا، حياتي. شوفوا هاي استونا وصلنا، طبعا شارع جدا عادي، وشوف شلون حاطين بش اسمه هذني الشجر الملونة وفد شي طبعا كلش حلو. شوفوا هذه مثلا عندك العمارة شلون مسويها كلها اضوية كلش حلوة. وطبعا احنا استونا وصلنا للماركت، او هو هذا هسه خلوه اوصل يمنا وابدا اصور لكم احسن، لان هنا انا ما راح تطلع الصوره واضحه كلش. شوفوا هذا المول، هذا المول اسمه مال اوف برلين، يعني اسم اعتيادي، بس شنو فد مول فد شي. شوفوا مال اوف برلين مكتوب، وين ما تروح اصور لكم هسه بيه بالداخل شويه. فد شي يعني روعه شلون مرتبيه ومسويه حلو يخبل. نخلي عبر الشارع واكمل التصوير. شوفوا هذا الرجل الآلي، ما اعرف شنو هو شو مسويه من عضوية هذا كله، بس شنو يخبل يعني كلش حلو. وهاي واحدة من هواي سوالف في برلين، يعني شوف شلون حلو فتشي هذا شعلاته كلش حلو. والمول هم مات المول يعني شلون مرتبي وكل عضوية وكذا. هاي لو بالعراق وين تشاكل شيء هساي برأس السنة ما يسوون، بس كلها تلقاها مظاهرات والناس وين حائرة، وهذول وين حائرين، سبحانك ربي. بس حلو كل الشيء ما شاء الله. هسه راح أحاول أوصل لهذا الماركت اللي قلت لكم بي، لأنه أكو واحد رحت له وما وصلت له ما قدرت، بس راح أشوف واحد ثاني أخوه بلكي يلقى إن شاء الله. خليكم معنا. شوفوا هاي القلوبات، شوف هاي شلون حلو يخبل شلون مسويه. هذا كله عبارة عن شارع يم السفارة الكندية، هذا علم كندا. شوف شلون حلو هذا الشارع. طبعا هاي الحلقة راح تصير تقريبا نصها تصوير شارع وشلون صار برين السوالف، يعني مو السوبر ماركت بس راح أوصل للسوبر ماركت. طبعا هاي السوبر ماركت حاولت اصور لكم هذا السوبر ماركت اللي موجود ذاك اللي هناك، بس ما قدرت لان كان كلش هواي اكو ناس لازم ينسرى. هسه راح اروح الماركت ثاني وانا صرت يمه تقريبا ذاك وياه. وطبعا هو ماركت مو كلش كبير، بس ان شاء الله يعجبكم وبعدين اصور لكم غيره ان شاء الله. اذا عجبتكم هاي الحلقه فاصور لكم غيره. انا بس ادريكم يعني شلون الماركت صاير ببرلين، شي يسوون هنا الناس، شلون حلوة السوالف شغلات وكذا. يلا تحيات، خليكم يانا منتظرينا بس نقل الشارع. وصلنا للماركت. شوف هاي العمارة اش كبرها شعلاتها. هاي العمارة ببرلين، عمارات ثلاثة جدا جدا ضخمات. طبعا هذا هو السوبر ماركت. هاي هسه اول شغلة هنا نشوفها. طبعا هو اكو مثل المطاعم شغلات حلوة. شوف هاي المرة يعني هواي سوالف حلوة. شوفوا شوفوا شوفوا، أصور لكم هسه شغلة هناك كلش حلوة. شوفوها تخبوا. شوفوا هذا عبارة عن زحليقة ثلجية، زحليقة ثلجية تزحلق بيها الناس من هناك لهنا. فد شي كلش حلو صار لكم إياها. شوفوا شلون حلوة. Thank you.
هاي زحليقة من ثلج، كله ثلج، هذا عبارة عن ثلج، والشخص ينزل من فوق لجوه. شوفوا راح اصور لكم هذا هسه اللي يصعدون، هاي الناس تصعد هناك. طبعا هي رخيصة بس ما احب لا انا اصعد لها لان انا ما احب الارتفاعات، لذلك ما اروح لها. شوفوا 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 شيء كلش حلو. طبعا هنا أنا قاعدين يشربون هذا مالتهم النبيذ، نبيذ يسموه مع رأس السنة، فشي يعني يضحك بس حلو. أنا طبعا ما مجربه بس لأن حرام أكيد، بس هم يشربوا هذا هواي هنا أنا. هاي أكلات هواي سوالف، نصوركم ياكلها بدون حكي، استمتعوا. هذا هنا يبيع كرزيات. هذا العالم لازم عليه سرعة فما اقدر اصوره، بس هو هذا الاكل مالتهم يعني. طبعا هذا سوبر ماركت صغير، انا ان شاء الله بعدين اصور لكم سوبر ماركتات اكبر من هذا. انا رحت لواحد كبير بس ما قدرت اطبله لان كان الناس كلش هو ازدحام برا على السرة، فعفته وجت لهذا شوي اصغر. طبعا هنا كلهم تقريبا اكثريتهم نفس الشيء، بس اكو بين حلوات اكو بين مو كلش اشكال. هذا مثلا طالما العصير مال عصير جوز وهي السوالف تعبانه. جم ميتي قايي شوفوا الأضوية الحلوة، شوفوا هذا الشارع شلون حاطين بي أضوية يخبل طالع. شوف شوف الشارع كله هيك، هاي فوق شي شغلة ترمش، كل الشارع هيك. ذي الشجرة بالنهاية راح نروح نشوفها كلش حلوة. شوفوا هاي شلون حلو هنا تخبل، هاي يحبوها السالفة هواي.
هي صايرة مثل المروحة. الجو بيها مطعم صاير هاي هاي حلويات، هم مشتهرين بالماركت مالتهم بالحلويات. هذا شي يبيع شي حلو مات. هاي قلابات ليلية شوف هاي السرة بالعراق تشي كم شارع تشي يسوون شلون يطلع حلو يخبل. طبعا بعيد الميلاد مثلا رأس السنة إذا يعيدون بي يعني. شوفوا هاي الشجرة اش كبرها، فتشي روعة. شوفوا هاي الشجرة اش كبرها، واو. شوفوا هذه همات لعبة ألمانية، هنا يوقفون الناس هناك ويلعبون. طبعا لازم يشمرون هاي السالفة، واحد يشمرها على الثاني. هادشي كلش حلو، شوفوا هادشي هناك يلعبون واحد يشمر على الثاني، عفوا يعني واحد يشمر على الثاني، واحد يضرب الثاني مال الثانية، هذه يا هذي يضرب لازم مالة الاخ. شوف هذا ضرب هاي شوية حركة يعني هسه شوية عود نجح فاز، بس لازم اكو شي يعني يضربه. هذه هي الحمرة مثلا لازم يعبرها المنطقة هاي، طببها المنطقة البيضة، اذا طببها المنطقة البيضة يعني يفوز. هاي حمرة ثانية مثل ال يعني البل يعني البولينج او شي، بس شي جديد يعني، او عفوا مو شي جديد وانما شي الماني قديم يفتخرون به هذه اللعبة يعني، عرفت شلون؟ يلا اتمنى عجبتكم حلقة اليوم، تحياتي لكم، مع السلامة. هذا ابنا، اتمنى عجبتكم الحلقة مال اليوم، ان شاء الله عجبتكم، واذا عجبتكم قولوا لي حتى اصور لكم ان شاء الله حلقات غيرها واكثر واحلى بهواي ان شاء الله من هاي الحلقة. طبعا هاي الحلقة كانت مو كلش لانه صورت لكم ماركت الصغير بشوف ردود افعالكم، اذا سويت لي ردود افعال بيها حظ وحلوة يعني فاصور لكم ان شاء الله اكثر من هاي الحلقة. يلا بوساتي والى اللقاء الى حلقة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.